أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذا الموجز الإخباري سجلت اليوم الجمعة في حدود الساعة الواحدة وثلاثة عشر دقيقة صباحا هزة أرضية شدتها ثلاث درجات فصل أربعة على سلم ريشتر بمنطقة حمام الوان بولاية البوليدة حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وأوضح هذا المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 12 كيلومترا شمال شرق حمام الوان بولاية البليدة. هذا وتعرف مناطق بولاية البوليدة والجزائر العاصمة في السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا للازات الأرضية والتي فسرها عديد الباحثين والمختصين سابقا بأنها نجمة عن عملية تحرك للصفائح الأرضية بهذه المناطق أكد أمس وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة بالجزائر العاصمة أن الاجتماع القادم للأطراف المالية المقرر عقده بالجزائر يوم الخامس عشر مايو المقبل سيضع والية ومنظومة كاملة لوقف إطلاق النار ومراقبته في شمال مالي وقال العمامره في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني السربي مايا جوكوفيتش إن الاجتماع القادم بين الأطراف المالية سيبحث وضع آلية ومنظومة كاملة ومتكاملة لوقف إطلاق النار ومراقبته في كامل ربوع شمال ماري كما اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية علي اهمية التزام القوات المتناحرة سواء في معسكر الدولة او في الحركات السياسية المسلحة بعدد من القيود ميدانيا لفتح المجال امام تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر استنكرت جامعة الدول العربية تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التي تعهد فيها بإبقاء القدس عاصمة أبدية وموحدة لليهود فقط ووصفتها بغير المسؤولة وطلبت الجامعة العربية في بيان إن أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الخميس بتدخل الفوري للمجتمع الدولي بأسره وجميع المنظومات الدولية في العالم للضغط على الكيان المحتل والزامها بالاذعان لقرارات الشرعيه الدوليه معتبرة أن فرص السلام المتاحة أمامها لن تبقى معروضة عليها إلى ما لا نهاية، لأن منطق الغطرسة الذي تنتهجه حكومتها سيكون أحد أهم أسباب مراجعة الفلسطينيين والعرب لمجمل سياساتهم حيالها. وحذرت الجامعة العربية من أن استمرار مثل هذا النهج العنصري الذي لا يأبه بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والقانونية والتاريخية والدينية والثقافيه سيقود الى نتائج وخيمه لا تحمد. قال مسؤول بريطاني اليوم الجمعه ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيذهب الى برلين وباريس اواخر الاسبوع المقبل لاجراء محادثات مع المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند تتناول اصلاح الاتحاد الاوروبي. ويستغل كاميرون الذي فاز بفتره جديده له في المنصب مؤخرا قمه تعقد اليوم الجمعه في ريغا عاصمه لاتفيا بين الاتحاد الاوروبي وست جمهوريات سوفيتيه سابقه لنقل مطالبه بشان الاصلاحات للزعماء الاخرين في الاتحاد قبل ان تجري بريطانيا استفتاء على عضويتها في الاتحاد بحلول نهايه 2017 وذلك تنفيذا لوعد قطعه كاميرون. وأضاف المتحدث أن كاميرون لم يرتب اجتماعات رسمية مع ميركل وونوند في ريغا لكنه ربما ستتاح له فرصة الحديث إليهما على هامش القمة بذا مشاهدينا نصل إلى نهاية موجزنا الإخباري شكرا على المتابعة إلى اللقاء